بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوان، تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي بمتابعة مباشرة من سيادته لما جرى يوم 26 تموز الحالي في ساحة التظاهر، راح ضحيتها شهيدين وجرحى آخرين. تم تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لوزارة الداخلية، وباشر الفريق بالعمل ماله، وتم إمهالهم 72 ساعة لإكمال التحقيق وعرض النتائج على الشعب العراقي. يوم 26 تموز شهدت ساحة الطيران وسط بغداد تصعيداً في التظاهرات عبر اندفاع مجموعة من الشباب باتجاه الخط الأول اللي اتمسكه قوات حفظ القانون، والتي دائماً التوجيهات أن تكون بدون سلاح، وهي التي تكون مع الاحتكاك المباشر مع المتظاهرين. ثبت من سير التحقيق والشهادات العيانية وتقارير الطب العدلي بأن الشهيدين تم استخدام بنادق الصيد السجم اللي أدت إلى استشهادهم. خلال التحقيقات الأولية والتعمق بالتحقيق، ثبت أن هناك استخدام لهذا السلاح بشكل شخصي من قبل ضابطين ومنتسب. أجري التحقيق المفصل مع المنتسبين الثلاثة اللي هم ضابط برتبة رائد وضابط برتبة ملازم و منتسب. الرائد أحمد سلام غضيب، معاون آمر الفوج الرابع اللواء الثاني حفظ القانون، واحترف صراحة باستخدامه سلاحه الشخصي اللي هي بندقية الصيد، وتم العثور عليها في عجلته ومعها 143 خرطوشة، وتم الشهادة ضده من قبل كثير من الضباط باستخدام هذا السلاح ضد المتظاهرين. أجري التحقيق مع الملازم حسين جبار، أيضا جهاد، آمر السرية الثانية الفوج الرابع لواء الثاني حفظ القانون، واحترف أيضا باستخدام هذا السلاح ضد المتظاهرين. طبعا دونت أقوال الرائد والملازم أمام لجنة التحقيق، وصدقت أقوالهم قضائيا صباح هذا اليوم من قبل قاضي التحقيق المختص. أثبتت التحقيقات أيضا قيام المنتسب علاء فاضل المنسوب أيضا إلى الفوج الرابع لواء الثاني قوات حفظ القانون باستخدام نفس السلاح وضد المتظاهرين أيضا، واعترف أمام اللجنة التحقيقية وصدقت أقوالهم قضائيا أمام قاضي التحقيق المختص صباح هذا اليوم. على أثر الاحترافات تم الانتقال إلى محل الحادث والعثور على المبرز الجرمي أو المبرزات الجرمية اللي كانت مستخدمة في الحادث. قرر السيد
قاضي التحقيق المختص توقيف المتهمين المذكورين أعلاه وفق المادة 406 على أولاً من قانون العقوبات العراقي، ولا زارت الإجراءات القانونية بحقهم مستمرة لغرض إحالتهم إلى المحكمة المختصة. بعد الحادث أيضاً أو أثناء التعمق بالتحقيق أنه واستمرار اندفاع المتظاهرين واجتياسهم الخط الثاني أو بتلامسهم أو احتكاكهم مع الخط الثاني للقوة الماسكة اللي هي قوات الشرطة الاتحادية، تبين أن هناك أيضاً استخدام الرصاص الحي في الهواء لتفريق المتظاهرين خلافاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة الذي يمنع منعاً باتاً استخدام العتاد الحي لأي سبب كان. وثبت من سير التحقيق ذلك، قررنا تشكيل مجلس تحقيقي في وزارة الداخلية لإكمال التحقيق مع المقصرين وإحالتهم إلى القضاء حسب قانون الوزارة بهذا الجانب. في الوقت الذي ضمن الدستور حق التظاهر السلمي القانوني، فإننا ندعو إخواننا المتظاهرين السلميين إلى الحفاظ على سلمية التظاهرات والابتعاد على كل من شأنه أن يبعد المتظاهرين عن مطالبهم الدستورية والقانونية من خلال معرفة بعض العناصر الموجودة بينهم والتي تدعوهم إلى ترك ساحات التظاهر والاندفاع والتوسع والاحتكاك مع القوات الأمنية، محاولة منها لإعطاء أو تغيير الصورة السلمية وجر المظاهرات وحرفها عن خطها الأساسي وهو السلمية. وبنفس الوقت تدعو إلى العنف بين المتظاهرين والإساءة إلى القوات الأمنية. كما نوجه قواتنا البطلة أن تستمر في حفظ القانون وحماية المتظاهرين والالتزام الكامل بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة بعدم اللجوء إلى القوة والتحمل، وهذا عهدنا بهم لحماية شعبنا العراقي العظيم. الجهود الاستثنائية للجنة التحقيقية اللي شكلها القائد العام وأمهلهم 72 ساعة وتوصلت إلى نتائج أمينة ودقيقة وتم إعلانها إلى شعبنا العراقي، أمر القائد العام بتكريم اللجنة التحقيقية. شكرا جزيلا إخواني.